الحجر المنزلي أثر على كل الناس بلا استثناء، ومن الناس اللي شكلها اتغير بشكل ملحوظ وبقى اسمها رقم واحد على السوشيال ميديا هي المذيعة اللبنانية رايا أبي راشد. رايا نشرت على انستجرام صور من كواليس تصوير برنامج سكوب اللي توقف فترة بسبب كورونا ورمضان، واللي كان ملحوظ جدا في الصور ان ملامحها وشكلها اتغيروا جدا، ووشها بقى نحيف جدا كأنها خضعت لعملية نحت وجه، على الرغم من ان رايا كانت بتتميز بجمال وشها وخدودها دونا عن اي حد. وبرده غيرت لون شعرها للون داكن اكتر، وده ساعد في ان شكلها يتغير تماما لدرجه ان الناس معرفتهاش في الاول، وبدات الناس تثير تساؤلات كتير، هل الحجر المنزلي اللي خلاها تخسر كل الوزن ده ولا هي خضعت لعمليات تجميل؟ ولكن بعد دراسه الامر وبعد ما اتاكدنا اكتشفنا ان رايا لم تخضع لاي عمليه تجميل، هي بس خست وخسرت كتير من وزنها اللي اثر تاثير واضح على وشها، بالاضافه للميك اب اللي كانت حاطاه بطريقه معينه تساعد على اظهار فقدانها لوزنها وبرده طريقه التصوير. وفي مرة كانت رايا وضحت لنا قبل كده في أحد البرامج هي بتقضي وقتها في الحجر إزاي، وقالت إنها بتقضيه مع زوجها وبنتها لولا، الطفلة الصغيرة اللي كان صعب قوي عليهم يوضحوا لها سبب عدم خروجهم وسفرهم وعدم ذهابهم للمتنزهات والألعاب. وبرضو بتقضي وقتها في ممارسة الرياضة مع بنتها وفي المطبخ بتجرب بعض الوصفات، وكانت قالت في مرة إنها خايفة جوزها يطلقها بعد الحجر من كتر اللي بتعمله في البيت. وللذكر زوج رايا أبي راشد هو الصحفي الإيطالي فاليريو، واتجوزوا سنة 2011 وأنجبت منه طفلتها لولا. وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.